النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن نهار اليوم سادت أجواء باردة نسبيا إلى باردة طقس صافي في عموم المناطق لكن استمرت الرياح الشرقية بالهبوب التي زادت من الشعور بالبرودة خلال الساعة القادمة أي خلال ساعة المساء والليل ستنخفض مجددا درجات الحرارة ليعود الطقس يصبح شديد البرودة في عموم المناطق المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول استمرار تأثيرات المرتفع الجوي السيبيري وايضا درجات الحراره تبقى منخفضه خاصه خلال ساعات الليل والرياح الشرقيه النشطه الى المعتدله هذه المره يتوقع ان تستمر بالهبوب خلال الساعات القادمه وخلال الايام القادمه سوء الاقمار الاصطناعية الملتقطه خلال ساعات الصباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم العاليه فوق المنطقه الجنوبيه واجزاء من المنطقه الشرقيه سرعان ما تلاشت هذه الغيوم وساد تقصافي في عموم مناطق المملكة. نذهب الان واياكم لقراءة توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، لاحظوا استمرار الليالي شديدة البرودة خلال الايام القادمة بسبب استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة فوق شرق وجنوب المملكة، تتجه تدريجيا باتجاه باقي مناطق المملكة هي تابعة لهذا المرتفع الجوي السيبيري الذي امتد نحو منطقة بلاد الشام قادما من العراق خلال الايام الماضية. وستستمر تاثيراته خلال الايام القادمه اي درجه الحراره ستبقى منخفضه اقل بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام وايضا الرياح الشرقيه النشطه مستمره بالهبوب خلال الايام القادمه نبقى نتحدث عن الرياح النشطة والرياح الشرقية خلال الأيام القادمة هذه الخرائط الجوية لتوزيع حبات الرياح المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس الرياح الشرقية مستمرة بالهبوب من المنطقة الشرقية غربا باتجاه البحر الأبيض المتوسط هي ناتجة عن تمركز لمرتفع جوي السيبيري فوق الأراضي العراقية يتوقع أن يستمر هذا المرتفع الجوي السيبيري بالتمركز هناك خلال الأيام القادمة وبالتالي لا تغيير على الحالة الجوية لا تغيير على المنظومة الجوية أيضا تستمر الرياح الشرقية بالهبوب نحو المملكة تزيد من الشعور بالبرودة هذه الرياح ستكون متفاوتة الشدة من يوم إلى آخر نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لثلاث... لهذه الليلة عفوا طقس بارد بشكل لافت 6 درجات مئوية فقط مع تفرق لبعض الغيوم الملموسة 3 الرطوبة 90% والرياح تكون شرقية معتدلة إلى نشطات السرعة نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء 12 إلى 7 يوم الخميس 11 إلى 7 ويوم الجمعة 13 إلى 8 مع استمرار هبوب الرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل إلى هنا تنتهي نشرتنا إلى اللقاء